سعر رغيف العيش الجديد، قرار الرئيس السيسي عاجل منذ قليل، ننشر التفاصيل. وعاجل بالأسعار القديمة، قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع قبل ارتفاع الدولار، بننشر التفاصيل. وتحذير عاجل من الحكومة المصرية من الأرصاد، بننشر برضو التفاصيل في الفيديو. وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة، الأمن والاستقرار متعلق بهذه القضية، وننشر التفاصيل. وبيان مهم من الرئيس السيسي وعاجل خبير مالي بيحذر المصريين من الاستثمار في العملات الرقمية. وعاجل الأزهر يعلق على قرار السعودية السماح للمرأة بالعمرة دون محر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها. نبدأ مع بعض بأسعار السلع وتوجيه من الحكومة عاجل بالأسعار القديمة، قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع قبل ارتفاع الدولار. وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن وزارة التجارة والتموين مع الغرف التجارية اتخذت قرارا هاما بشأن الأسعار. وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من أسباب اقتصادية على مستوى العالم. وعقب السلع المعمرة اللي دخلت مصر قبل زيادة الأسعار ستباع بالأسعار القديمة. وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن الهدف من القرار هو التخفيف من آثار الأزمة العالمية بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار. وقال إن الحكومة والقطاع الخاص قاما بدورهما في هذا الشأن، ويبقى دور المواطن وهو ترشيد الاستهلاك. في وقت سابق أكد إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية أن كبار المستوردين والمنتجين للأجهزة الكهربائية ملتزمون بأسعارهم. إما ما حدث من بعض التجار الصغار برفع الأسعار جاء تخوفا من انخفاض القيمة السوقية للبضاعة، وردا على الشكاوي التي وردت بتضرر المواطنين من رفع أسعار بعض الأدوات والسلع الهندسية والأجهزة الكهربائية. التجار متخوفين من الرزق، لكنه ممكن يزود وما يبيعش يبقى خسر، ولو باع عمل دوران لرأس ماله أسرع بكسب أكثر. هناك قاعدة لدى التجار، بيع كتير واكسب قليل هتربح أكثر. ولفت العربي لأن الغرف التجارية اجتمعت مع وزير التموين والتجارة الداخلية للحديث عما تمكنوا من عمله من شوادر ومنافذ للبيع، لافتا إلى وجود أكثر من 5000 منفذ بيع. ونوه العربي أن الشوادر متوفرة فيها البضاعة بكل أنواعها بأسعار وتخفيضات متفاوتة من 10% وحتى 30% وبعض الأصناف أكثر. وتابع وقال عروض كبيرة، الكل يعمل لخدمة المستهلك لتمر الفترة بخير وسلام، كلنا نخدم المستهلك فهو المحرك الرئيسي للتجارة. ده كان رد اتحاد الغرف التجارية وبعض المسؤولين في الدولة على الأسعار العالية اللي التجار يعني زودوا الأسعار على السلع عشان يبيعوها تخوفا مما يحدث في الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وأترك ليكم التعليق، هذه توجيهات الدولة. ننتقل مع بعض لخبر آخر، وبنتكلم مع بعض على سعر رغيف العيش الجديد وقرار الرئيس السيسي وبنستعرض لحضراتكم أسعار الخبز الجديدة في منظومة الخبز الحر الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بعد تحرك الدولة بشكل عاجل للحد من زيادة أسعار الخبز عن طريق تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية في عملية إنتاج وتسعيره. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحديد أسعار الخبز الحر، خبز المميز 72% والخبز الفينو في قرار نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر. ونعرف مع بعض سعر بيع الخبز المميز اللي هو الحر. الخبز اللي وزنه 45 جراما ب 50 قرش، واللي وزنه 65 جرام ب 75 قرش، وكيلو الخبز المميز ب 11 جنيه ونص. سعر بيع الخبز الفينو، رغيف الفينو اللي وازن 40 جرام بيتباع ب 50 قرش، واللي وازن 60 جرام ب 75 قرش، واللي وازن 80 جرام بجنيه بواقع 12.5 جنيه للكيلو. وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، وتقرر فرض غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مقرر من قانون حماية المنافسة للمخالفين،
ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من الثلاثاء ولمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب؟ عاوز أقول لحضراتكم تفاصيل منظومة الخبز الحر الجديدة وعقوبة غير الملتزمين. بيع وشراء ونقل القمح المحلي سيكون تحت إشراف التموين. التموين ستقوم بتوريد الأقماح للمطاحن الخاصة بأسعار مناسبة. المخابز ستكون ملزمة بوضع سعر رغيف الخبز الحر على المخابز. العيش الأبيض الشامي بالكيلو والفينو بالعدد مع الالتزام بالوزن. عقوبة غير الملتزمين بسعر رغيف الخبز الحر، غرامة تصل ل5 ملايين جنيه. المصدر معانا كان من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة، الأمن والاستقرار متعلق بهذه القضية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون المشترك بين كل دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تطرق مع كاجامي إلى ملف سد النهضة، مشددا على رفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب والتي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. الرئيس السيسي أشار لضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد إثيوبيا في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. المصدر معانا كان من الوطن، والرئيس السيسي شدد على حتة إن هو الاتفاق هيعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل خبير مالي بيحذر المصريين من الاستثمار في العملات الرقمية. وحذر أستاذ وخبير نظم المعلومات والتحول الرقمي المصري عصام الجوهري من الاستثمار في العملات الرقمية الإلكترونية. وقال الجوهري ان امريكا سمحت لبعض ماكينات ATM بالتعامل مع العملة الالكترونية، ولكن تم الغاء الخدمات مرة اخرى. التجربة كانت مربكة لان كل بنوك العالم حظرت تداول تلك العملات الرقمية. الجوهري اضاف خلال مداخلة هاتفية ان الاتجار في العملة الحقيقية مجرم، فما بالك بالعملات الرقمية. حذر من التعامل في هذا الاستثمار الوهمي لانه لا يوجد اي قانون يحمي من النصب في هذا الشأن. ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر العملات الرقمية أو العملات المشفرة بما في ذلك إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والإتجار بها أو حتى ترويج لها، بالإضافة لحظر إنشاء منصات لتسهيل تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون ترخيص. ويعاقب القانون المصري كل من قام بإصدار أو الإتجار أو الترويج أو إنشاء أي أنشطة متعلقة بتداول العملات الرقمية مثل بيتكوين بدون ترخيص بالحبس وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه مصري، أكثر من 100,000 دولار أمريكي، أو بإحدى العقوبتين. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الأزهر بيعلق على قرار السعودية السماح للمرأة بالعمرة دون محرم. وكشف المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في مصر عباس شومان أنه يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج والعمرة دون اصطحاب محرم معها، شريطة أن تكون برفقة صحبة آمنة. وقال شومان تعليقا على إعلان السعودية أحقية المرأة في التسجيل لأداء الفريضة دون محرم برفقتها إنه إذا كانت الرفقة آمنة ولا تخشى المرأة على نفسها من الطريق يجوز لها أن تسافر دون محرم. أشار إلى أن هذا الحكم يعد قراءة حديثة لنهيها عن السفر دون محرم. وأشار المشرف على فتوى الأزهر إلى أن اصطحاب المرأة للمحرم علله العلماء بأنه كان يتعلق بظروف السفر قديما من حيث الطرق غير الممهدة واستغراق الرحلة وقتا طويلا، إلا أنه في العصر الحديث اختلفت الظروف، أصبحت الطرق آمنة وتستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين. وشدد شومان على أنه من الأفضل للمرأة أن تسافر بصحبة محرم لها لأنها معرضة لأن تمرض فتحتاج من يحملها ويرعاها، والأولى في هذه الحالة أن يكون معها محرم لها أو زوجها، وإن لم تجده لها أن تسافر بدونه. وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أعلنت الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام،
وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم مع أسبة النساء. وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل مع مراعاة الاشتراطات التالية: أن تكون الفئات العمرية من 18 ل 65 سنة، ويشترط التحصين بأنواع الثلاثة والخلو من الأمراض المزمنة. وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الخمس سنوات الأخيرة. كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم مع عصبة النساء. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، وهذا كان رد الأزهر على ما تم فرضه من قبل السعودية بشأن حج المرأة بدون محرم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل حضراتكم متفقين مع هذه القوانين أو مع هذه الفتوى أم لا؟ أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحذير عاجل من الحكومة المصرية من الأرصاد. بتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئا على القاهرة وأغلب الأنحاء، ومائل للبرودة على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية. ويظل الطقس في مصر شديد البرودة خلال ساعات الليل، ويتوقع أن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر هي أبرز الظواهر الجوية، والتي تبدأ من قبل فجر اليوم وتستمر حتى 8 صباحا. وتتكون الشبورة على طرق القاهرة الكبرى والإسماعيلية وسط سيناء والسويس والوجه البحري والإسكندرية وبورسعيد والسواحل الشمالية. وتنشط الرياح خلال توقعات الطقس على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس غائما على أغلب أنحاء مصر ما عدا محافظات الصعيد والتي يكون الطقس فيها مشمسا. يصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر ل2.5 متر، وحالة البحر بين الاعتدال والاضطراب، والرياح بين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية. ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويصل أقصى ارتفاع للأمواج ل1.75 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 21 درجة نهارا والصغرى 10، في الإسكندرية وطابة 18 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، في طنطا وشبين الكوم 20 درجة نهارا و10 درجات ليلا، في دمنهور العظمى 19 والصغرى 11، وفي بلطيم وبورسعيد 18 للعظمى و10 للصغرى. ارتفع درجات الحرارة في جنوب سيناء خلال طقس اليوم الأحد درجتين لكل من العظمى والصغرى، بينما ترتفع في شمال الصعيد 3 درجات للعظمى ودرجتين للصغرى. وتقفز درجات الحرارة العظمى 5 درجات نهارا خلال توقعات حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد، ودرجتين خلال الليل. أنا عاوز أقول لحضراتكم حاجة، يعني إن شاء الله على يوم الجمعة الجاية هنبدأ نحس بالصيف. مع دخول شهر رمضان المبارك هيبدأ الصيف يخش زي ما احنا متعودين على درجات الحرارة اللي بتكون في الصيف. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.